الحمد لله بسم الله الحمد لله بسم الله تقبل ان شاء الله امين يكون خير ان شاء الله خبصة غالية مفهمية كلها دار مع سين ما بقينا صبح ما ناكلو ما بقينا زعما الصراحه معدين علينا بزاف هادشي هذا ان علاش الغلا والكرا والموضو والعواور ماشي غير وحده لي ما 100 درهم 100 درهم 9 درهم 10 درهم ما 9 درهم اش غتاكلي كدي جوج خايزو 6 درهم 7 درهم 8 درهم حتى هو كلشي هو هذاك لا الغلا فين ما مشيت المرضي في الغلا ما بزاف وانا كندو غير نص كيلو ما كيقدناش العواول لمن عيرضيه البطاطا كدي كيلو شحال قدك؟ اسمعي العواول بزاف هذا اللي قدر الله هو هذا ما نسمحولهمش ها؟ كلشي زايد حتى حاجة ما تقولي زعما راها طاحة الثمن كلشي زايد كلشي زعما لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا كنتمناو الموت ما نكذبوش عليك أنا كنتمناو الموت جينا هادشي اللي كاين أخ سيدي هذا بزاف زعما الدرويش ما بقاش كيعيش في الدنيا هاي خنق راسو ولا قتل راسو ولا هو كيتسنى الشهريه ديالو حنا كنتسناو الله الغلا خاي الغلا على الدرويش الغلا هادشي بزاف عليهم ساكن اللي عنده 4-5 العواول كيفاش غيعمل بطاطا 10 دراهم 8 دراهم والسهلة هادي 80% الشعب كمكرفص اي والله الشعب سقسيوها سقسيو الشعب كامل هذا كلشي كيتضرع كلشي كيتضرع والو ما غينخ ما الا تعلموا الغلا الا طلعوا هاد الناس ما كيهبطوا شي عاد كثر هادي عملوا بوان فينال فيها ما تحلمش يعني فيها كلشي غالي دوبلي دوبل ديكشي والماندا ما تزاد فيها حتى درهم درهم واحد ما زادوش دابا بالنسبه اللي خدم اما اللي ما خدمش ما شاء الله وصافي الله يحسن عون ما بغاتش الطاحين ما كتزيد تطلع بزاف بلا قياس وما خلاوش المسكين فين يزيد يعيش وادي بطاطا اليوم ايوا بطاطا فايته 10 درهم حشومه عليهم ما طيش حتى هي 10 درهم واش غنقول لك يشوفوا بالدرويش يخليو الدرويش فين يعيش ما بغاوش يخليوه يعيش شنو غايدير هاد ما كاينه خدمه ما كاين الخضره طالعه ما كيزيدوش في الصالير وما بغاوش الناس تعيش بغاوها تموت في الاخر اخر يعني اخر وقت يعني كيبقى شويه كيوقع شويه ديال الانخفاض في الاثمنه ايوا هذيك درهم درهم ونص جوج درهم بحال قبيله شريت جوج دابا ب7 دراهم دابا شريتها هنايا ب4 دراهم مطيشة شريتها ب9 دراهم هنايا ب4 دراهم ايوا هادشي اللي كاين ايوا نطلبوا الله يدير شي تاويل الخير نطلبوا الله تعالى وتبارك يدير شي تاويل الخير كنطلبوا من المسؤولين باش يراعيوا الظروف ديال الدرويش واللي ما عندوش ومازال اللي عنده دريهمات راه كيقضي بهم واللي ما عندوش مسكين في خاطره منين غادي يجيبهم انا في مدينه طنجه سوق دع الجابه باقي ارتفاع هو هذاك المهم ما كايناش شي ثمن مناسب مره كل شيء 12 14 16 ما كايناش شي حاجه اللي تعجبك مره المهم هذا الشيء هذا بزاف صراحه عملوا داك الشيء زعما ارتفاع ديال الاسعار خياليه ما يقدرش المسكين دابا يعيش من دابا فوق عيخليو غير انت بحال اللي كتعرف الطبقه الوسطى وصافي الله يحسن العون حتى القطاني كل شيء الخضر الفواكه جميع الحاجات واش الانسان عايش ربيع الربيع الربيع اللي بدرهم فهمتي هذا الشيء زعما خيالي والله العظيم نتمنوا من الله سبحانه وتعالى الرساله ديالي كنتمنى هاد الناس هادو زعما يعملوا لنا شي حاجه شي حل
فهمتي؟ ما كاينه دابا لا تا مدروس، ما كاينه حتى شي حاجه، زعما نيتك هذا الشيء حرام صراحه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حنا كنطلبوا الله ندخل هذا الشيء، الناس المسؤولين في هذا الشيء هذا راه بزاف علينا، طلبوا الله هذا الشيء هذا ينقص، راه تلقاطاني تزاد وكل شيء تزاد، راه بقينا كنقدروا نشريو حتى حاجه. 8 دراهم ونص، طوماطي 8 دراهم، كل شيء غالي، كل شيء. اللي رخيصة شوية شوية البنان، كل شيء غالي. بيطات غالية 21 درهم، اللوبيات 23، الحمص 20 وزيادة، كل شيء غالي. البطاطا 8 9، البطاطا غالية في مارسي، حنا بيدنا مضرورين كثار منه، حنا بيدنا مي كتكون حاجة السلعة مي كتكون رخيصة كانت معشو، حتى حنا كناكلو ونشربو، دابا البطاطا كتشريها 8 ونص كتبيعها ب 9 درهم على 50 فرنك، زيد الصاير زيد المي كدروج مقصع، جوج كيلو بطاطا ساوية 20 درهم، اش عاد تشري؟ اللي كتهضر معاك يقول لك شحال البطاطا كتقول له 8 9 كيبقى عايشو، راه 1800 هذا الثمن 18 درويج ما ياكلش يقرا. ماطيشة 9 دراهم، ماطيشة فيها ماركس اللي رخيصة مرة عاملة 8 دراهم. فهمتيني؟ لوبيا 18 دراهم، هذا السلعة كاملة غالية، كاملة الخيار 12 دراهم. جعدة جعدة اللي شوية الثمن معوض هيد. خيزو دابا طاح شوية كان غالي. دابا الثمن شوية معوض. وهذا السبب حنا بيدنا ما كنفهمو والو اخي، حنا بيدنا كنمشيو للمارشي كنسمعوا السلعة طلعت الشتا ما كاينش اللي جنيها كطيح الشتا عاود. فهمتيني؟ كما عملتيهم وحلة. طاحت الشتا يقول لك ما كاينش اللي جنيها. ما طاحتش يقول لك ما كاينش الشتا.